نتواجدوا حنا في اماكن في مكان الجريمه في هذه البلاصه سميتها، كيقولوا لنا الناس ديال الدوار تاهو متخفسه بالنسبه للناس ديال المنطقه باش كيعرفوها. كما شفتوا هنا فين تقتلوا دوك اجنبيات، وبالنسبه للناس ديال المنطقه كما كيقولوا تعاونوا معنا السلطات الله يجزيهم بخير، تعاونوا معنا بزاف. وبالنسبه لهذوك الناس اللي قتلوهم خلاو واحد الدليل بانه كيدل بواحد لاطونت، خلاوها لتحت، خلاو واحد لاطونت لتحت، ديك هذيك هي اللي الانتفاضه ديال الانتباه ديالهم خلاوها. وتقتلت دوك الاجنبيات كما كيقولوا السلطات، تقتلت مع هذوك جوج ونص ديال الليل لا فيها القتل الذبح بالذبح بالسكين. هذوك الناس كانوا كيتجهوا، دوك الناس دوك اجنبيات كانوا في الرفيج، كانوا بيتين 3 ايام، كانوا هابطون دايروا لنا الطونط هنا. دوك الناس اللي قتلوهم كانوا طالعين حتى هما الرفيج، فاش كانوا تلقاو مع دوك القاوليات في شمهاروش رجعوا، دوك القاوليات ضربوا لاطونت هنا، دوك الناس الاخرين ضربوا لاطونت لتحت، كاين شي جوج كيلومتر ما بين المسافة ديالهم. بالليل طلعوا دوك الناس داروا ديك الخدمة ولا لا يلا لا لا داكشي ما كانش تاع الشعودة ولا السيح، لا ما كانش هنا خويا السيح ولا داكشي ما كانش هنا، هادشي جايين هادوك قاصدين، وهاديك قابلين اللي جايين باش يخرجوا على السياحه من هنا صافي. والسياحه هي باش خدامين كامل هنا، كاع المنطقه السياحه اللي خدمها، ما كانش شي حاجه هنا اللي ما خدمها السياحه. انا تلقيت الخبر مع الصباح عيط لنا واحد السيد قال لنا اشترى، قلنا اشترى، قال لك لقينا شي جن صارت تفحوم هنا صافي. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة، نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.